ثانوي العامة الوزارية في كافة مدارس فلسطين، مع الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي. أسعد الله صباحكم بكل الخير دكتور. صباح الخير لك ولكل السادة المستمعين والمشاهدين. أهلا وسهلا بك. يعني نتحدث عن إن شاء الله بداية مشرقة محفوفة دائما وأبدا بالتحضيرات والاستعدادات، بعيدا إن شاء الله عن أي عراقيل أو مخاطر أو صعوبات. اليوم أعداد الطلاب أو العدد الكلي للطلاب المتوجهين لقاعات الامتحانات في فلسطين، هنا مدارس فلسطين وخارجها، كيف تبدو الأمور والإجراءات حتى هذه اللحظة؟ يعني واقع الحال يقول بأن وزارة التربية والتعليم تمت الاستعدادات كاملة، ولجنة الامتحانات العامة التي انعقدت بالأمس أقرت برئاسة مع الوزير الخطة التي أعدتها الوزارة من أجل تنفيذ الامتحان. طبعا المستفيدين من التجارب السابقة وخاصة تجربة العام الماضي والتي عقدت في ظروف استثنائية بسبب الجائحة، هذا العام أيضا والجائحة وإن كانت في منحنى تراجع والحمد لله، ولكن الظروف التي صاحبت هذا العام الدراسي كانت ظروف صعبة، سواء فيما يتعلق بالجائحة أو كذلك العدوان الصهيوني على القدس وعلى أهلنا في غزة وفي كل المناطق الفلسطينية. لهذا السبب الوزارة أخذت بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات وحافظت أولا على مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص الذي يستند إليه الامتحان، وأيضا من جانب آخر الحفاظ على معايير جودة الامتحان الجيد حتى يبقى هذا الامتحان موثوقا عربيا ومحليا ودوليا. نعم. ولهذا الوزارة طبعا بالتأكيد من خلال الإدارة عن الامتحانات قامت بسلسلة من الإجراءات فيما يتعلق ببنية الامتحان أولا، حيث تم إحداث بعض التغييرات في موضوع بنية الامتحان. أصبح القسم الأول في أغلب المباحث قسما اختياريا، بمعنى آخر يتضمن القسم الأول 6 أسئلة يجيب الطالب عن 4 أسئلة، طبعا هذا يختلف في موضوع اللغة العربية واللغة الإنجليزية، يتحدث عن المباحث الأخرى، وهذا القسم يمكن الطالب من الإجابة عن 4 أسئلة فقط عدا عن السؤال الأول الإجباري، هذا لم يكن سابقا، كان القسم الأول إجباريا بكل الأسئلة. القسم الثاني أيضا يجيب الطالب عن سؤال من سؤالين. أيضا المادة التي اعتمدت هذا العام هي تشكل تقريبا 70%، أي ثلث المادة تم حذفه، هذا سواء كان في المباحث المختلفة أو حتى في المباحث التي كان فيها رزم تعليمية، الرزم التعليمية شكلت تقريبا أيضا 70%، تم دمج اللغة العربية في الفرع الأدبي في جلسة واحدة، وتم البدء بالبرنامج باللغة العربية، سبق كنا بالتربية الدينية، نعطى مساحة أكبر للطلاب، كل ذلك من أجل يعني التغلب على مشكلة منسوب التعليم الوجاهي التي حدثت في المنطقة الأخرى وخاصة في القدس. ربع ساعة إضافية للغة العربية اليوم واللغة الإنجليزية، طبعا اللغة العربية في الفرع الأدبي نتحدث. نعم. وأيضا اللغة الإنجليزية في الفرع الأدبي، نتحدث عن الفرع العلمي أيضا في الرياضيات والفيزياء والفرع الصناعي أيضا بالفيزياء. مجموعة من الخطوات التي قمنا بها من أجل تقليل التوتر حتى يبقى الامتحان معقول ومقبول ويعني يتجاوب مع المتغيرات التي حدثت هذا العام. نعم. طب دكتور، ماذا عن بصراحة الاستعداد للحالات الطارئة، سواء كانت الصحجة، سواء مثلا الإعلان عن إصابة إحدى حالات مثلا من طلابنا وطالباتنا لا سمح الله بالكورونا، ربما أي حدث وخلل طارئ ممكن عدم قدرة الطالب على الوصول إلى المكان، يعني هل تم الأخذ بعين الاعتبار لكافة هذه المواقف والحالات الطارئة من قبل التربية والتعليم؟ بالتأكيد رسائل قاعات ومديريات التربية والتعليم هي جاهزة لتنفيذ أي سيناريو، هناك تعليمات محددة وواضحة وتستجيب لكل المتغيرات والتحديات كما أشرت. مثلا هذا العام أي طالب مصاب أو مخالط سيتمكن من عقد الامتحان، هذا أمر هذا العام مفروغ منه. نحن سنفتح قاعات في داخل المستشفيات وحتى داخل السجون لبعض المعتقلين الموقوفين يعني جنائيا او غيره، يعني سنصل الى كل مكان نستطيع الوصول اليه من اجل تمكين طلبتنا في الثانويه العامه من التقدم لهذا الامتحان. لن يكون هناك عائق ولن تكون الظروف الحاليه سواء الجائحه او غيرها عائق ابدا في تقديم الطلبه الامتحانات التي هي تمثل بدايه المستقبل بالنسبه لهم، هذا امر يعني واضح ومحدد، وهناك تعليمات واضحه وتم عقد اجتماعات بشكل مباشر برئاسه مع الوزير لرؤساء القاعات وايضا لجان التصحيح، كل هذا الامر تم اخذه بعين الاعتبار.
نعم، وإذا أردنا أن نجمل العدد الكلي المتوجه اليوم لقاعات الامتحان يقدر بكم العدد دكتور، سواء كان طبعا في كافة الدراسات يعني النظامية أو حتى الخاصة؟ نعم، العدد هو حوالي 84، هو بالضبط 84,598 طالب وطالبة، منهم 400 طالبين في الخارج. طبعا هنا بتاع المحافظة الشمالية تقريبا 37,000، والمحافظات الجنوبية 34,000. هذا العدد دقيق، طبعا احنا لا يمكن ان يكون هناك الا عدد دقيق جدا، لانه اصلا في امتحان الثانوية العامة النتائج يجب ان تكون بزيرو ايرور، اي صفر من الخطأ، لا يوجد مجال للخطأ في امتحان الثانوية العامة. نعم، ونتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله. اليوم ستنطلق جلسات امتحانات الثانوية العامة الوزارية في كافة مدارس فلسطين، كل التوفيق كل التمجز، ونشكركم كذلك الحال دكتور على جهودكم المبذولة من أجل ضمان سريان هذه العملية بسهولة وتيسير على كل طلابنا وطالباتنا. الدكتور محمد عواد مدير عام القياس والتقويم في وزارة التربية والتعليم، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة وهذا التوضيح، ونواصل